معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ رحاب، ألو. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ، تفضلي. عندي مشكلة. اتفضلي. أنا بقالي فترة يا شيخ حاسة بكتمة كده، ورحت للشيوخ قالوا لي أنت معمول لك ساحر، وكان الشقة وبحلم أحلام مزعجة. طب بس دايما حاسة إن أنا هموت. أستاذ رحاب. بتجيلي. أستاذ رحاب. انت بتقولي أيوة. انا رحت لشيوخ قالوا لي ان عندك سحر. اولا الكلام الكلام ده ما ينفعش وباطل. عارفه ليه؟ لو انه شيخ على حق لقال لك اقرأ القرآن، وقال لك ان الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وان يمسسك الله بايه بخير فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء وكيل. خلي بالك من النقطة دي، لأن الله قال: وهو القاهر فوق عباده، والجن خلق من خلق الله. المهم كملي. ماشي. أنا بصلي يا شيخ وبصلي وملتزمة في قراءة القرآن وكل حاجة. ماشي. بس دايما كان بيجيلي أحلام ممكن أصحى ألاقي جزء كبير منها متحقق زي ما بشوفها، والأحلام المزعجة اللي بشوفها بتكون مردودة. علماء النفس بيقولوا إن العقل الباطن الإنسان دايما لما بيفكر في شيء معين، هقول لك على حاجة، أنت مثلا امسكي كتاب واقرأي فيه، اقرأي مثلا سطر معين أو قصة معينة بالليل قبل ما تنامي، تيجي الصبح وأنت نايمة الخيال بيسرح فيه. عارفة ليه؟ لأن المعلومة بتمر على المخيلة والذاكرة والمصورة. خلي بالك المعلومة المخيلة والمصورة والذاكرة. المخيلة بتخيل الأمور، ماشي؟ بتخيل الامور، والمصوره بتصور لي الحدث. انا بتصور دلوقتي الان ان انا في مكه، في مكه المكرمه. شوفي بقى، الذاكره بتستدعي ما صورته المصوره. هتقولي الكلام ده ازاي؟ صلى على سيدك النبي. ما صورته المصوره والمخيله، يعني ايه؟ يعني انا وانا نايم بالليل بالعقل الباطن بتاعي بيسترجع كل شيء، وبالتالي يقول لك انا شفت مثلا ان انا هركب عربيه الصبح وتعمل حادث، فما يركب عربيه وقدر الله ياتي يقول لك الله ده انا ولي. صح صح. فاذا الامر ايه؟ دي نقطه. كملي يا فندم معاكي. يعني حضرتك شايف ما فيش سحر او حاجه زي كده؟ يعني قالوا لي ان في حد من البيت هو اللي عامل لي كده، وانا عايشه في بيت عيله. انا لست مختلفا ان السحر موجود بنص القران الكريم والسنه النبويه المطهره، بس في امور مش كل حاجه ناخدها على هذا السحر، وخلي بالك مش هيقدر ياثر، لان ربنا قال لك: وما هم ضارين به من احد الا باذن الله. معايا حضرتك؟ ماشي. انما هل انا فعلا هل فعلا انا اصلي؟ انا اذكر ربنا سبحانه وتعالى، انا اذكر احاديث الصباح والمساء او اذكار الصباح والمساء، واكون في معيه الله؟ لا. طب لو انا فعلت الامور دي ان شاء الله وباذن الله لا يمكن ان يصيب حضرتك اي ضرر او اي مكروه.